رجعنا ومكملين على هوا روتانا اف ام. صباح الخير لكل مين ضم لنا بساعتنا الثانيه. ابراهيم بالكنترول وانا معكم رفيف. واولى فقراتنا بساعتنا الثانيه صحتك تهمنا. واليوم رح يكون معنا دكتور الاطفال دكتور محمد سليماني. سعد صباحك دكتور. صباح الخير. ازيك؟ الحمد لله. اخباركم ايه؟ رب كلكم طيبين. الحمد لله نشكر الله. يا هلا دكتور. دكتور اليوم موضوعنا يمكن كثير مهم لامهات عم يولدوا للمره الاولى، لانه كيف عم بدهم يتعاملوا مع الطفل الرضيع خصوصا بالشهر الاول. ويمكن مو كل الامهات امهاتهم جنبهم، يعني نحن كلنا بنعرف انه الامهات باول ولد بالذات بتيجي امهاتهم بتساعدهم، ولكن هذا ما هي المعادلة ما بتزبط مع الجميع. فهل هي مرحلة فعلا حساسة ولازم نكون كتير منتبهين، وخصوصا ممكن تكون الأم بهالفترة تعبانة؟ يعني طبعا كل اللي انت قلتيه صحيح بالنسبة كبيرة جدا، ولكن احنا بس عاوزين نركز ان الأمومة يعني هي خبرة جميلة جدا، انه من اجمل المشاعر اللي ممكن اي انسانة ممكن تحسها في حياتها. وهي ما ينفعش خوفها يمنعها انها تستمتع بالقصة دي. أكيد هي الآن من حاجات كتير جدا من اللي بتسمعه في الميديا واللي بتشوفه من حواليها، بس لازم يبقى عندها ثقة في نفسها في التعامل. الطبيعة بتاخد مجراها عادي، ولازم ما ينفعش الـ 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 يعني الحاجات البسيطة تمنعها تهتم بالحاجات الأولية اللي عندها، اللي هي أهم حاجة فيهم هي الرضاعة الطبيعية. فممكن الأم تلاحظ شوية حاجات على الطفل تبتدي تقلق منها أو تبقى خايفة منها جدا، وللأسف ده بيأثر في النهاية على رعايتها واستمتاعها إنها أم لأول مرة. فأهم حاجة يعني وأهم خطوة يعني من خبرتي ومن الحاجات اللي أنا بشوفها متطور الأطفال ممكن أم تاخد بالها منها، تحط فيها 99% من مجهودها هي الرضاعة الطبيعية. 1% الحاجات التانية أحب أقولها، 85% من اللي هتلاحظه على البيبي بتاعها بنسبة 50% بيبقى طبيعي، وحاجات بسيطة جدا. يمكن الأم يعني شو أكثر الأشياء دكتور يلي بتنسأل عنا بالشهر الأول؟ يعني خلينا نسأل شو اعتبر حالنا بالعيادة هلأ وعم تقول للأمهات إنه رح تلاحظي هالشي عند طفلك ما تخافي. يعني خلينا نقول الحاجات الطبيعية اللي ممكن الأم تشوفها في الطفل ممكن تفكر إنها مش طبيعية. أول أيام من العمر بتبقى نسبة الصفرة بتعلى شوية. الصفرة دي حاجة طبيعية جدا جدا جدا، بالعكس هي حاجة مفيدة لجسمنا إنها مضاد أكسدة. فتقعد شوية عند البيبي فإحنا بنتابعها. القيء والإسهال والطريقة كم مرة بتغير فيها الحفاظة، دي من الحاجات اللي تبقى تشغل اهتمام كبير جدا للأم. فأحب أطمن الأم، إحنا أهم حاجة عندنا إن البيبي يكون يعني سعيد أكتر، يكون نشيط ويكون بيرضع كويس. فبالنسبة لموضوع البراز مثلا، الطفل الطبيعي ممكن في أول شهر من العمر يطلع براز 5 مرات في اليوم، وممكن يطلع مرة كل 5 يوم. ده طبيعي وده طبيعي، فانت لقيش على البيبي يطلع براز يعني حسب الجنين وكيف أمعاءه بتشتغل. مو جنين الطفل وكيف يعني في مثلا أطفال كل ما يرضعوا بيطلعوا شوية براز، ده طبيعي جدا. ده بيبقى رد فعل ما بين المعدة وبين القولون زي ما كنت طبيعي جدا عند الأطفال حديث الولادة. ويبقى البراز بتاعها أهم حاجة تلاحظوا فيه إن هو بيبقى زي الإسهال، فيه شوية فيت صغيرة أو شوية بذور صغيرة، هو ده أهم حاجة تلاحظها في البراز. لو البراز اتغير لا قدر الله بقى زي السمغة أو سميكة أوي، ساعتها ممكن تستشير دكتور إذا كان بيرضع كفاية أو لا. أما بالنسبة للعلامة المهمة جدا برضو الناس تلاحظها، هي بتغير حفاظها كم مرة في اليوم؟ 24 ساعة، زي من 8 الصبح لتاني يوم 8 الصبح. فده المفروض يكون من 5 لـ6 مرات على الأقل. طبعا المشكلة ان ساعات في امهات بتشوف الحفاظة كل 4 ساعات أو 5 ساعات، فبيتهيأ لها ان البيبي ما بيطلعش بول بسرعة كفاية، لكن هي المفروض تبص على الحفاظة كل ساعتين. الحاجات التانية برضه بتقلق الام، تقول لك البيبي نايم كتير او ما بيطلعش بسرعة كفاية او بيعيط كتير. احب اطمن الامهات برضه ان العياط عندنا مش هو علامة للشبع او علامة للجوع، دي علامة متأخرة جدا للجوع. فاحنا علامات ان البيبي بيطلع كويس ولا لا، اللي هو عدد كميات الحفاظات بتتغير في 24 ساعة وشكل البراز أخباره إيه. فهما لو سنتوا كويسين بنسبة 90% بيخلع بصورة كويس. التالتة ده الوزن، وده دي الدكاترة احنا بنشوف وشوف الطفل بيكبر ازاي. دكتور من أكثر الأشياء يلي نحن بنلاحظها عند الأمهات إنه وقت منروح بدنا نبارك له وبدنا نمسك البيبي، فبصير عندها رعب مخيف.
تمام؟ لا ما تمسكي، لا جل الترقيقة، لا ممكن يقع من ايدك، لا حط ايدك تحت راسه، يعني بصير في تعليمات وبتصير عيونها كلها على البيبي. قدي طيب انت بتنصح بالشهر الاول انه ممكن او مسموح ينخلط هيدا الطفل مع اشخاص غرباء ومثل ما بدي يباركوا يعني؟ أكيد طبعا، يعني هذا الموضوع ده لي يعني جانب اجتماعي مهم، ولكن احنا ما عندناش أي دليل طبي إن الطفل في أول فترة من عمره ما ينفعش يتعامل مع غرباء. ما عندناش أي evidence base، ما عندناش أدلة كده، وإن كان المتعارف عليه سواء في خارج يعني أو في الداخل ما تعلمنا سواء في مصر أو في غيره، احنا بنقعد 6 أسابيع قبل ما نسميه community exposure أو إن احنا نتعرض للمجتمع. والتعرض للمجتمع دوت مش معناه الطفل يتعرض للعيلة أو للدائرة المغلقة من أصدقائنا أو من عائلتنا، ولكن لا، إن أنا أروح مثلا أقعد بيه في نادي أو أقعد بيه في مول أو أخرج بيه للمجتمع، ده غير ما يبقى بعد 6 أسابيع أو بعد 42. لكن أنا العيلة إن هم ييجوا دي ما فيش فيها مشكلة، as long as أو طالما إحنا بناخد احتياطاتنا، إن إحنا لا قدر الله حد عنده برد ما بيعيش معاه في نفس الأوضة طبعا أكيد، مع الأم تكون لسه والدة، حد يكون سخن، حد يكون عيان، حد عنده طفح، فلا قدر الله حد عيان، ده طبيعي يعني بالنسبة للطفل الصغير أو لحد كبير، وكان في الطفل الصغير بناخد رعاية أكثر إن إحنا نبعد عنه طبعا إنه ما نحتكش بيه. التطبيق طبعا والبوس والكلام ده يعني ما نفضلش أبدا ناحية الرأس، يخفف منه لو بيحبهم على اليد أو الرجل بس، يعني لو هما يعني عاوزين يقبلوا البيبي أو يبسوه ما فيش مشكلة خالص. وإن كان برضه حكاية إن هما يشيلوا البيبي إزاي، فدي بقى الجدة يعني هي تعلمهم شوية يسيلوه ازاي ويسندوا الرأس ازاي ويسندوا ظهره ازاي، ده مهم جدا لأن الطفل ما عندوش تحكم كامل بعضلات الأكزيال أو اللي هو الظهر والبطن ما عندوش تحكم في عضلات كبيرة، فلازم ظهره يسند كويس ورأسه يسند كويس ومتشكل. دكتور يعني يمكن نصايح جدا مهمة لأم عم تولد للمرة الأولى، ما تخاف بالنهاية يعني هذا شيء طبيعي، والدكتور دائما لازم يكون متواصل معه وهي تضل على تواصل دائما مع الدكتور. أنا بدي أشكرك يعني ماشي، نصيحة فيها فعلا ركزوا في الرضاعة الطبيعية، هي دي أهم حاجة. كل الحاجات التانية حاجات بسيطة 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 جدا، ولو أكبر فايدة ممكن تديها للأطفال في أول فترة من الوقت. حلو كتير دكتور محمد سليمان، أنا بدي أشكرك على حلقة اليوم وإن شاء الله بيكون في إلنا لقاءات أخرى قادمة. شكرا. يا أهلا يا أهلا، باي باي. صحتك تهمنا، شاي الضحى. ألور استشاريون سعوديون في جراحة التجميل والجلد.